ينضم إلينا من مدينة غزة تامر دلول مراسل الغد. تامر، لو تضعنا بآخر المستجدات الميدانية على وقع المعارك المستمرة. نعم، حتى هذه اللحظة يشهد شمال قطاع غزة غارات إسرائيلية متتالية وقصف مدفع يتجدد بين حين وآخر، إضافة إلى التحقيق الملحوظ للطائرات المروحية الأباتشي في عموم مخيم جباليا والمناطق الشمالية لقطاع غزة، إضافة إلى الطائرات المسيرة الكواد كابتر والطائرات بدون طيار والتي تحلق على مستويات متفاوتة معظمها منخفضة في تلك المنطقة. قبل ساعة من الآن ارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر جديدة بحق مخيم جباليا. هذه المجزرة كانت استهداف 3 صواريخ من قبل طائرة مسيرة على الأقل استهدفت محيط مدارس ومراكز الإيواء في مخيم جباليا، وأدى إلى ارتقاء ما يزيد عن 12 شهيدا وكذلك 35 إصابة جروح ما بين الخطرة والمتوسطة والطفيفة، مع العلم أن حصيلة الشهداء مرشحة للزيادة لحظة من الآن نتيجة نقص الكوادر الطبية المتخصصة والمستلزمات الطبية ونقص الوقود وأيضا تعرض مستشفيات غزة إلى تدمير من قبل القوات الإسرائيلية. مستشفى كمال عدوان يعني أقل الإمكانيات المتاحة، وبالتالي مع حجم أو كمية أعداد الجرحى الذين وصلوا مؤخرا خلال الساعة الماضية إلى مستشفى كمال عدوان معظمها بين الخطرة والمتوسطة، وبالتالي عندما لا يوجد فرق عمليات متخصصة وطواقم كافية لاستقبال هؤلاء الجرحى، بالتالي سيتسبب في زيادة المعاناة لهؤلاء الجرحى وبالتالي سيفقدوا حياتهم كما جرى في كثير من الأحيان. حتى هذه اللحظة مخيم جبالي يشهد عملية عسكرية موسعة يشنها الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع الاشتباكات التي تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش المتواجدة في تلك المنطقة. قبل قليل كان هناك تصريح صادر عن كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قالت أنها أطلقت صاروخ سام 7 تجاه طائرة مروحية من طراز أباتشي شمال مخيم جبال شمال القطاع، وهذا يوضح أن عدد من الطائرات الأباتشي التي كانت تحلق في تلك المناطق والتي قامت بإطلاق الرصاص صوب تجمعات المواطنين في مراكز الإيواء إضافة إلى المدارس وإضافة إلى المنازل والتجمعات بشكل عام، هذا نتيجة استهداف تلك الطائرات من قبل المقاومة الفلسطينية لا سيما على الأرض، أرض مخيم جبالي الذي يشهد اشتباكات تدور بين الحين والآخر من قبل المقاومة الفلسطينية واستهداف آليات عسكرية تتمحور في أكثر من منطقة سواء في وسط المخيم أو حتى في المناطق الشرقية وأكثر من منطقة وتحديدا في بلوك 2 و4 و5، وهذه المناطق التي شهدت استهداف مربعات ونسف مربعات سكنية بالكامل كما جرى خلال الساعات الماضية، وبالتالي نتحدث عن العشرات من الشهداء، العشرات من الجرحى، العشرات من المفقودين والذين لا زالوا تحت الأنقاض لا سيما بعد أن تعرض حي بالكامل في مخيم جباليا إلى التدمير والاستهداف والحرق من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلي. وربما نستمع إلى تحريق لطائرات الاستطلاع المسيرة على مستويات منخفضة ليس فقط في شمال قطاع غزة بل هناك في مدينة غزة، وكان أيضا استهداف محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا والذي نقل إليه الشهداء جثامين الشهداء المتقطعة من النساء والأطفال والكبار والصغار، وبالتالي المعاناة متواصلة والشهداء في ارتفاع والجرحى أيضا في ارتفاع لا سيما بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي كما تحدثت حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا، إضافة إلى الناس الذين يحاولون النزوح من بعض المناطق المحاصرة والتي تعرضت مؤخرا للاستهدافات من الغارات الإسرائيلية العنيفة ولا سيما عمليات القصف المدفع المتجددة بين حين وآخر، والتي أدت هذه القذائف إلى إشعال الحرائق في أكثر من منزل في مخيم جباليا. هذا جميعها سيؤدي
إلى صعوبة في تحرك المواطنين الذين يتواجدون في تلك المناطق والخروج من مخيم جبالي إلى المناطق الغربية لمدينة غزة. مدينة غزة كانت أيضا هناك خلال الساعات الماضية والليلة الماضية استهدافات عدة لمنازل فارغة، لأراضٍ زراعية، لأيضا مناطق مختلفة من شارع رقم 10 وشارع رقم 8 ومنطقة الشيخ عزلين غرب مدينة غزة في منطقة تل الهوى. وبالتالي لا زالت الأوضاع هنا في شمال قطاع غزة ومدينة غزة صعبة. هذا بالتوازي نتحدث وينقلنا للحديث عن الوضع الإنساني هنا في شمال قطاع غزة مع استمرارية إغلاق القوات الإسرائيلية لمعبر كرب ثالث كما بسالم من اليوم 12 على التوالي وفق ما أكدته هيئة المعابر في غزة، وبالتالي عدم إدخال المساعد تحديدا إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة، هذا سيتسبب في عودة حقيقية للمجاعة التي كانت تتفشى قبل أشهر في شمالي القطاع والتي أدت إلى ارتقاء عدد كبير من الأطفال والكبار. أشكرك من مدينة غزة تامر دلول مراسل الغد.